اعتماد طريقة جديدة تستحضر معايير ومبادئ الشفافية والنزاعة وتكافؤ الفرص، وذلك من خلال إجراء اختبار كتابي وآخر شفوي لاختيار أحسن العناصر وأجودها. وفي هذا السياق تم اعتماد شروط جد إيجابية مقارنة مع الشروط التي كان معمولا بها سابقا، وذلك من خلال أولا قبول شهادة الإجازة في جميع التخصصات لرفع الحيف عن فئة واسعة من الموظفين الذين راكموا تجربة في نفس مجال اشتغال زملائهم دون استفادتهم من حق الترشح لمهام خطة العدالة. تقليص مدة الأقدمية في الإدارة من 15 إلى 10 سنوات. نظمنا مباراة لاختيار أحسن الموظفين والموظفات وتأهيلهم لممارسة خطة العدالة. إذن تمت اختبارات كتابية وشفوية لانتقاء أحسن العناصر التي سيكون بإمكانها تقديم الخدمات العدلية والتوثيقية بمهنية عالية بنزاهة وبتفهم لمشاكل المغاربة الذين اضطرتهم ظروف العيش إلى التواجد خارج أرض الوطن. هذا الفوج يتكون من 40 شخصا ضمنهم 3 نساء، تم انتقائهم بعناية كبيرة، تتوفر فيهم مؤهلات عالية جدا، وسيخضعون لتدريب للارتقاء بمهنيتهم ولتزويدهم بمختلف المهارات التي سيحتاجونها للتفاعل بشكل إيجابي مع المجتمعات والدول التي ستستقبلهم. اولا شرف كبير بيان سور، تنتشرف بانني نكون من بين من ضمن النساء الاوائل اللي غادي يتولوا هاد الرساله، ماشي مهمه لانها هي رساله، لان فيها مسؤوليه وفيها واهم حاجه فيها علاقه مع افراد الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. شنو من العقود ونوعيه العمل اللي غادي تقومي به في اي مدينه بقى؟ اصبح بامكان المراه انها تولج المجال ديال خطه العداله، وبالتالي فسواء في داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن العنصر الانثوي في العدول غادي يمارس نفس الاختصاصات اللي كيمارسها العنصر يعني الرجال، يعني توثيق عقود الزواج، الوكالات، كل ما هو مسموح به قانونا. ان شاء الله سنحرص على اننا نقوم به على احسن وجه، ونتمنى نكونوا موفقين. اذا فين تعينتي؟ في ليون ان شاء الله. في فرنسا؟ ليون ان شاء الله. وين ان شاء الله؟ لمده 4 سنوات. أنتم تشكلوا عضو نسائي ربما من القلائل اللي غادي يقوموا بهذه المهمة، شنو هو المشاعر ديالك؟ صراحة الله هي نعجز عن التعبير حاليا، ونشكر وزارة العدل على الثقة اللي عطتنا ودارت فينا، ونتمنى نكونوا نمثلوا العنصر النسوي ونمثلوا بلدنا أخ خير أحسن تمثيلية إن شاء الله. فين تعينتوا؟ باستيا فرنسا. اذا المهمه ديالكم الاساسيه غادي تكون شنو هي المواضيع اللي غادي توثقوها واللي خاصه عندنا ازدواجي تقريبا مزدوج العمل، كاين كعمل ككتاب ضبط في مسك السجلات في تسيير هذا، زائد ان التوثيق فيما يخص انه كل ما يخص الجاليه من ناحيه توثيق العقود، توثيق الزواجات، توثيق الوكالات، توثيق وهي هكا. المهام التي سنقوم بها تندرج في اطار تقريب الخدمات التوثيقيه من افراد الجاليه المغربيه، ونحن نعلم ان هذه الفئه تحظى باهميه وبعنايه بالغه. المهام ستنحصر في تلقي الاشادات وتحريرها. عندما نتحدث عن الاشادات تتعلق بوضعيه الزواج ووضعيه النسب، وعندما نتحدث عن الزواج يعني الزواجات المباشره والزواجات يعني الملحقه الزواج، يعني الوكالات تحظى بواحد العدد كبير. لماذا؟ نظرا لتعديل الماده 4 من الحقوق العينيه، هذا هو السبب، لان الوكالات العرفيه لم يبقى العمل بها نظرا للاستيلاءات على العقار العقارات، يعني ان من الضروري انشاء وكاله في وثيقه رسميه.